بولونيا الدوري الايطالي السيري اي الجوله 30، وشاهدنا كيفاش كانت المباراه، مباراه اللي كانت شيقه، وشاهدنا فيها خاصه الشوط الثاني وين كانت مباراه وين روم بولونيا وين رمى بكل ثقه ليهم من اجل العوده في النتيجه او التعديل، لكن شاهدنا كيفاش روما ويلعب بقوه، عرف كيفاش يحافظ على الهدف يعني الاول اللي تسجل في الدقيقه 44 في الشوط الاول، اللي وين شاهدنا كيفاش مورون الذي سجل الهدف الأول في الدقيقة 44 في الشوط الأول وانتهى لصالح روما. شاهدنا الشوط الثاني يعني رغم ضغط تاع بولونيا لكن بدون جدوى، شاهدنا 55% نسبة استحواذ بولونيا، 450 تمريرة بالنسبة لبولونيا، روما 339 يعني وين 45% نسبة استحواذ روما. شاهدنا كيفاش باولو المدرب تاع روما اللي دخل بخطه 3-4-2-1، شاهدنا كيفاش سينيسيا المدرب تاع بولونيا اللي دخل ب 4-2-3-1، يعني كانت المباراه مباراه اللي نقولوا باللي روما ونقولوا باللي المباراه كانت مفتوحه، يعني كان في بعض الاحيان كانت مغلوقه، كان اللعب مغلوق في وسط الميدان. شاهدنا كيفاش انطونيو، شاهدنا روجيو، شاهدنا كيفاش بيرناو، شاهدنا كيفاش فيدريكو يعني اما شفنا كيفاش موريال مسجل الهدف في الدقيقة 44، كارليس شفنا بيدرو، يعني رغم ذلك وجدنا تغييرات من جانب روما وبولونيا، يعني 5 تغييرات 4 تغييرات لبولونيا، شفنا كيفاش 5 تغييرات روما، شفنا لوكاس في الحراسة تاع بولونيا وين من المستحيل يعني دايكاس، يعني كيفاش ادي شنا دانيلو لينارزو شنا ماتيس، يعني ماتيس بيراو، شنا اندرياس، شنا رودريغو، يعني نقولوا بلي نيكولاس رود يعني ريكاردو نيكولا، لكن بدون جدوى اللاعبين هذو بدون جدوى. وشاهدنا هدف من جانب روما يعني في الدقيقه 44 وين مورو الذي سجل الهدف في الدقيقه 44. هذه هي الجوله 30 روما بولونيا الدور الايطالي سيري اي.